طيب نقول بقى عندها ايه؟ عندها عشان نعرف الناس دولت كويسين ولا ناس وحشين ولا عارفين يديروا ولا بيتنقلوا على عينهم مفيش حاجه، نعرف الدنيا فيها ايه؟ واحد، كلمه مصر معناها مليون كيلو متر مربع، 238 مليون فدان، 3500 كيلو متر بحر ابيض وبحر احمر، 1100 كيلو متر نهر النيل، 450 كيلو متر اذرع نهر النيل، 162 كيلو متر قناه السويس، 11 بحيره طبيعيه، اكبر بحيره صناعيه بحيره السد العالي 500 الف فدان، الدوله الثالثه على مستوى العالم في الثروه المحجريه، دوله في سيناء فيها مسارين مش موجودين زي الكعبه المشرفه موجوده في مكه وقبر الرسول الكريم في المدينه. انت عندك هنا حاجتين مش موجودين في دول العالم كلها، مسار خروج اليهود ومسار العائله المقدسه ستنا مريم والسيد المسيح عليهما السلام، موجودين عند حضرتك لم تستغلهم. عند حضرتك تلت اثار العالم اللي موجوده في مدينه واحده حضرتك اسمها الاقصر. عند حضرتك 60% من دول العالم بتعدي على ناصيه عندنا كده اسمها بورسعيد. عند حضرتك 22% من حاويات العالم بتعدي في حته عندنا كده اسمها قناه السويس. صحيح. عند حضرتك دوله اقدم ثلاث دول في العالم، مصر والصين واليونان. عند حضرتك دولتين في العالم منذ بدء الخليقه حتى الان لم يتم تغيير الحدود بتاعتهم، مصر والصين. انت مش عارف تدير. عند حضرتك 85 مليون مواطن جوه و10 11 مليون مواطن بره. ده كله طالب البدلاوي في الفترة الزمنية دي. هقول لحضرتك اعمل ايه عشان ما نتجناش. لا 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 هقول لحضرتك عشان ما نتجناش عليه. عند حضرتك 85 مليون مواطن جوه مش كده؟ منهم 48% منهم في سن الشباب والعمل اللي هو من سن ال 18 ل 55 سنة. دول الاتحاد الاوروبي جت سنة 2001 ال 12 دولة قالوا نضم 15 علينا. ليه؟ عشان عيونهم خضراء؟ لا، لأن كان السياسة اللي كان بيتبعها في تحديد الناس خلال الاربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي افرزت على ان مرحله الشباب اللي هو الوقود بتاع العمل مش موجود عنده، اضطر يجيب الناس الثانيه دول. تمام؟ عند حضرتك ده كونك مش عارف تديره دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. انت مش عارف تدير هذه الموارد، كونك مش عارف تديره دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. انت مش عارف تدير هذه الموارد، كونك مش عارف تديره دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. انت مش عارف تدير هذه الموارد. كنا النهارده بنشرب شاي سبع ايام نشرب خمس ايام لغايه ما نبني بلدنا. اذا كنا بنشرب قهوه سبع ايام نشرب اربع ايام. اذا كنا بناكل لحمه اربع ايام ناكل لحمه ثلاث ايام. هنجوع يعني؟ نجوع. ايه المشكله؟ احنا ما ناكلش. احنا ما ناكلش وهنبني بلدنا. انت فاهمه؟ اوعى تخافي ولا حد يخاف. السادس، باختصار شديد احنا عندنا مشكله في الغاز وفي الانابيب والسولار والحواديت الطويله اللي قاعدين يوجعوا دماغتنا فيها. مصر تنتج الغاز. امبارح كلام الرئيس عن هذا الموضوع يا سيد الفاضل، انا بصراحه ربنا انا احترت الراجل ده، انا بحبه لان هو راجل من الناس الطيبه. طيب اكتر من كده ما نقدرش نطيب. طيب ده في المدلول الشعبي احيانا بيكون ليه جانب سلبي. كلمه طيب دي الطيبين يعني. اما انا كرئيس دوله، رئيس دوله حكومه مصر 91 مليون مليون كيلو متر مربع، 238 مليون فدان، مصر الناس اللي فيها السكان اللي فيها قد 12 دوله، دول خليج السته حط عليهم اسرائيل وفلسطين وتونس والجزائر والمغرب وليبيا، وانا مش قادر اظبط معاك حلقه هطلع فيها الناس مستنياني. هذا عبث، هذا عبث. سيادتك انا عملت مؤتمر ثلاث ايام، انا ظابط مواعيده على الشعره موجود. ازاي ازاي انا اقعد انا رئيس دوله بحجم مصر الناس تنتظرني من الساعه 8 هنقول كذا ويعلن في الـ اسمه اللي عندكم الشريط ده ولا البار من 8 انتظرونا انتظر. ايه يا عم في ايه في كده؟ طيب الكلام في كده كلام الاقتصادي بقى يعني. هو قال انا السولار مش هغليه لا على الميكروباصات ولا على النقل ولا بتاع، ويعني في كلام اقتصادي كتير اتقال يعني. اكيد انت كخبير اقتصادي حللته يعني، قول لي رايك. اكيد قعدت اسمعه واشوف وسهرت للساعه
3 الصبح تقريبا الفجر والساعة 7 الصبحية رحت المؤتمر يعني كلام ضد لا الكلام اللي اتقال يعني أنا برضو عاوز أجيب الراجل اللي كتب الفقرة الاقتصادية يتم محاكمته. ليه يا دكتور سامي؟ كلام اللي اتقال ضد المنطق وضد الأرقام اللي موجودة. زي إيه؟ أنا النهاردة الدعم يا فندم بس ما هي المشكلة ما قلناش حل يعني أنا هدي لحضرتك حل للغاز والبوتاجاز والسولار ده حل موجود حل واقعي بأرقام نقدر نحلها. أنا مش هغلي السولار. طب ما أنت عندك مشكلة في الدعم موجودة هتجيبه منين؟ أنت عندك مشكلة في تراجع الاحتياطي هتجيبه منين؟ أنت عندك مشكلة في الدين الداخلي زاد هتجيب منين؟ البنوك خلاص قربت. أنت عندك مشكلة في الدين الخارجي هتجيب منين؟ أنت عندك مشكلة في تراجع التصنيف لائتمان المصري المرة السادسة خلال 12 شهر صحيح. ما حصلتش في أي حصلتش دولة في العالم لا في تاريخنا كمان ما حصلتش ولا بلاش إحنا دول عالم خلينا نقارن نفسنا بدول ما فيش كلام من ده. فالكلام ده أنا كان مفروض خطة اقتصادية موجود أنا مش هغلي ده لأن أنا هعمل الحاجة الفلانية أو هجيب من ده. يا سيدي الفاضل هقول لحضرتك على القرار عشان بس إيه عصبنا ما تفلتش. طيب. مصر تنتج الغاز ولا تنتج البوتاجاز؟ كلام معلوم. مصر بتقوم بتصدير سنويا 18 مليار متر مكعب غاز ل 22 دولة من دول العالم. ده هيجنني بقى. بتنتجهم يعني بتبيعهم بكام؟ طبعا 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 منهم اسرائيل طبعا احنا دوله خام زي ما قلت لحضرتك احنا دوله خام دوله خام يعني مخدومين على اثانا خام كده زي اسماعيل ياسين ما جه في الفيلم بتاعه الراجل النصاب اشترى اما يعمل بتاع العمارات اللي في الميدان كده العتب اشترى العتب الخضر تمام. انا بنتج ال 18 مليار متر مكعب ببيعهم بكام؟ واحد الكلام ده على عهدتهم هم لان ده اللي طالع في الموازنه عندهم 1.8 من 10 مليار دولار سنويا كلام محترم. يبقى معناها المتر المكعب بكام؟ 10 دولار يعني 10 سنت 10 سنت يعني معناها كان 60 قرش الوقت بقى ب 70 قرش. السؤال كلام محترم. انا باخده بقى كمصر من الشريك بتاعها اللي في البير نفسه لا الشريك مش لسه بنستورده من الشريك بتاعي ب 4.5 دولار اشتري ب4.5 دولار عشان ابيعه لحضرتك انت يا دولة برة ب60 ساخ. ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه ده؟ ايه العبث اللي احنا فيه ده؟ زي مصانع لانكشاير زمان بتاع انجلترا ما كانت والله العظيم كيلة. انجلترا ما عملت معانا كده عملتش معنا. لا خالص كانت بتشتري وفقا للبورصة وفقا للبورصة وكانوا اغنى اتنين موجودين في البورصة كامل مراد اللي هو ابو المرحوم مصطفى كامل مراد رئيس حزب الاحرار كانوا دولت وكان البورصة بتتعمل وكانت بورصة القطن بالمناسبة داخل مصر وبورصة البصل موجودة بالظبط ورث حاجة القطن موجودة. انا النهاردة لو جيت حضرتك اعمل حاجة انا لازم ادخل المصانع ايه البوتاجاز مشكلته ايه ان انا المسابك عندي فنادق. هل تعلم ان مصر بتدعم السفارة الامريكية؟ مصر بتدعم السفير الامريكي. السفارة الامريكية بتشتري انابيب ما عندهاش بوتاجاز بتشتري الانبوبة ب3 جنيه بيجي لها لحد ناس من الوزارة. ليه ما يدخلهمش الغاز دي؟ ما احنا عبس ليه في عبس عندنا في عبس عندنا. طب وازاي الست سفيرة ترضى بالحكاية دي؟ ما دخلهمش مواسير الغاز. انت راجل ليه قالوا مصر ام الدنيا؟ بكلم حاجات جد لا الام هي الوحيدة اللي تدي مش عاوزة حاجة. مصر موزعة ثرواتها على دول العالم يا سيد الفاضل. بس احنا جوعنا الام جاعت خلاص بقى جف الضرع جف الضرع والزرع هي دي المشكلة. صحيح. انا النهاردة اجي حضرتك ادخل المسابك اللي بتستهلك 100 انبوبة في الساعة هو هيفضل يستهلك دولت ويتفق مع الراجل مهما انا عملت. اما يطلع السيد وزير التموين السابق والحالي يقول لك احنا هنصنع فوق المليون انبوبه الانبوبه مش عارف 200 جنيه هنخش في حدوته طويل. ليه يا سيد الفاضل؟ الانابيب ايه ودماغتنا ايه واحد يقعد يخبط عايز تلغي موضوع الانبوبه يقعد يخبط في دماغتنا احنا ناقصين وجع دماغ احنا ما بنعرفش ننام طخ طخ ايه يا عم ده مزعج قوي يا دكتور صلاح. في واحد يجيب بتاع مفتاح ربي الا اذا كنا ماشي جدا انا عمري ما شفت بلد في العالم طبعا ما فيش. نقول ايه بقى؟ ادي يا عم المصانع الكبيره اللي موجوده المسابك اللي موجوده مزارع تربية الدواجن مزارع التسمين الفنادق القرى السياحية السفارات وخلافها 104 شركة مقاولات في 26 محافظة تبقى كل محافظة 4 شركات أدخل دول اللي هما شغالين في هو جايب شركة عنده بس بتاعت مد راسه. لا سؤال يعني دي شركة بتوزع الأنابيب؟ لا يا بيه أنا بقول لحضرتك نجيب 104 شركة مقاولات ينزلوا في 26 محافظة يعملوا توصيل الغاز الطبيعي للمصانع دي والمسابك فهمت. وخلافه هي شركة الغاز الوحيدة اللي موجودة في مصر قطاع خاص بتاعت نسيب علاء جمال مبارك والحد الوقت شغال أبو خديجة اللي هو مجدي راسك. طيب محمود من القاهرة آخر مكالمة تفضل. اسم محمود اسم محمود معاك يا فندم تفضل. استاذ محمود
استاذ محمود. الو، معاك، وطي التلفزيون بعد اذنك وكلمني من التليفون. الو، مساء الخير. مساء الخير، اتفضل يا فندم. ايوه مساء الخير. وطي التلفزيون وكلمني من التليفون يا استاذ محمود. محمود الو. يا محمد بيه. ايوه فندم معاك، احنا سامعينك انت على الهوا. بس حاجه بالنسبه للتعليم للدكتور صلاح. اتفضل. انا عايز اعرف حضرتك سامعين؟ المناهج الدراسيه اللي في المدارس الخاصه دي طبعا الاولاد اللي بيخشوا المدارس الخاصه التلاميذ كلهم بيطلعوا زي الفل، بس المصاريف بتاعتها 30 و40 ألف. ليه ما ناخدش المناهج دي ونحطها في المدارس الحكوميه؟ ده اللي بنقول، ده احنا هنجيب مناهج انضف من دي كمان من بره. طيب يا فندم، ده سؤال مهم جدا، ده سؤال مهم. طبعا ما انا بقول لحضرتك، لذلك احنا نستعين بالدول اللي لها خبرات موجوده بره، مع انه ليها عيوب برضه. طب ماشي، فانا لها عيوب خطيره برضه، لها عيوب انها فاصله الولاد عن يعني انا حاسس ان في فجوه رهيبه موجود. تمام. انا اجيب يا بيه ما يفيدني يعني حضرتك النهارده بقى فيه يعني كده يقول لك تعليم حكومي. طبعا يعني بقى احنا انا اتعلمت تعليم حكومي، حضرتك اتعلمت تعليم حكومي، بس ولادنا بندخلهم تعليم خاص بندفع دم قلبنا. دقيقه واحده فدي. بعد ما خربت المدارس الحكومية، التلميذ الصغير موجود، كان لما يجي واحد بليد عندنا في التخته كده نقول له والله ده بليد، يروح ياخد درس خصوصي. صحيح. يوم ما يجيلوش المدرس في بيته يودوه حته ثانيه. أيوة. دخلت ولا بتاع كان عار، عشان ما يتفضحش كان عار. النهارده اللي ما ياخدش درس خصوصي يبقى نشاز، حاجه صعبه جدا. فبقول لحضرتك ادخل الغاز الطبيعي دولت، ادي اربع شركات في كل محافظه. الكلام ده خلال 45 يوم. يخش لي الغاز الطبيعي لكافه ايه؟ المصانع، امين الطوب، المسابك، الفنادق، الشركات، شركات القطاع العام. ده علشان اوفر الانابيب. لا، اوفر تكلفه الانابيب. لما ادخل الغاز ده، التواصلات الغاز دي كلها اللي موجوده، انا مش هستورد بوتاجاز. تمام. والغاز اللي انا بصدره 18 مليار متر مكعب سنويا دولت. اقول للناس عشان افهم والمشاهد يفهم، هناك فرق بين الغاز اللي في المواسير والغاز اللي في الانبوبه. طب ده بوتاجاز بتاع الانبوبه، بوتاجاز ده منتج تاني. ده بستورده وده غالي، مصر لا تنتجه. فهمت. لا تنتجه. الغاز الطبيعي مصر بتنتجه وموجود في ارضها. صحيح. انا اوصل الغاز الطبيعي. الفرق بين دوت ودوت. الانبوبه نفسها بتتكلف حضرتك فوق ال 76 جنيه. 76 جنيه انا ببيعها، المفروض توصل للمواطن بحوالي 4-5 جنيه. الاخوان بيوزعوها هم دلوقتي، عاملين كوبونات وبيوزعوها. وده برضه نوع من انواع العبث. ازاي انا فريق غير ده؟ انا لو دخلت بقول لحضرتك دولت الوصلات دي تكلف مصر خلال 45 يوم 4.5 مليار جنيه مصر. تكلف الحكومه. كلام محترم. هجيبهم منين؟ فرق استيراد البوتاجاز اللي انا جايبه، انا بستورد بوتاجاز سنويا ب 25 مليار جنيه. يا نهار اسود. طبعا ما هو اسود ليه؟ ما انت عندك انابيب وناس بتخبط وناس طالعه ونازله وكلام من ده، مش كده؟ ابقى انا وفرت الجزء ده. في نفس الوقت انا ال 104 شركه اللي انا هشغلهم موجودين خلال 45 يوم، ابقى انا حركت الراكد في سوق العمالة الموجودة المقاولات. تمام. طيب هاجي القرى اللي هي موجودة، مصر فيها 2600 قرية اللي هم فقراء، أفقر 2600 قرية بعيدة، ما أقدرش أدخل لهم الغاز. لسبب بسيط، البيوت هناك طين وقش وحاجات كده وعشوائية، ما مش هقدر أنا. في مناطق عشوائية تماما. نعمل إيه حضرتك؟ في اختراع سموه في الهند وبعتنا شركة جبناها عندنا في المركز وقعدنا معاها، يدخلوا من البايو جاز اللي موجود. يعني أنا خدت روث الحيوان، المخلفات الزراعية، الورق والقمامة وخلافه، كل يوم يتعمل القصة دي كلها، المكنة دي كلها ب 800 جنيه. نعم. تدخل لك غاز طول اليوم، تبقى فاتح الغاز كده وسايبه، يعني مولعه كده وسايبه في الهواء. كل يوم بقى ب 2 جنيه. وحدة تنتج غاز من روث الحاجات دي. طبعا. كل بيت هيعمل، يعني كل بيت عنده هذه الوحدة. بالظبط. الوحدة قلنا ايه؟ ب 800 جنيه، مش كده؟ يجيبها بنك زي بنك ناصر الاجتماعي او حاجة يدخلها للناس دي. يديها الفلاحين. لو انا جمعت منه كل شهر 10 جنيه بس، 20 جنيه 30 جنيه، انا سددت على 3 سنين الحاجة. معاك صورة الوحدة دي؟ معايا طبعا يا بيه. اجيبها طيب الحلقه الجايه تجيبها لنا. ماشي. يبقى اخر حاجه عشان يبقى دي نوع. تمام. في حاجه تاني مهمه جدا، مصر خلال من 1/1/2012 ل 1/31/2012 توقف فيها 3602 مصنع. تمام. ده حاجه. وتوقف في سنة 2011 من 3/25 يناير 2011 ل 31/12/2011 فوق 3600 مصنع. احنا كده بنتكلم، وكان اخرهم حاجات فرجانا اللي موجودة 20 مصنع. طب المصانع توقفت ليه؟ عدة اسباب. واحد، اول الانفلات الامن. في مصانع بتنتج ويطلع المنتج يتاخد. وفي حاجات مشكلتها مع البنوك. البنوك في مصر مطالب الفئوية غير المطالب. قبل ما الراجل قلل تخلص انتاجه، لان ما فيش شغل والبنوك قاعدة بتطالب فيه.
فانا عشان المصانع دي معظمها مصانع كويسه جدا ليها اصول كبيره جدا بس عندها مشاكل، البنوك، الضرائب القديمه، التامينات القديمه، تليفونات متاخره عليها، ميه متاخر، الكلام ده. قلنا حل بسيط وسهل والعالم عملوه، يعني انا ما اخترعتش ده، انا بس مني عند اطلاع بنشوف ونطبق النظريه. في حاجه اسمها توريق الديون، نعمل ايه؟ المصانع زي هدي لحضرتك مثلا لشركه النصر للسيارات، شركة حكومة، أظن ده مش إعلان ولا حاجة. شركة النصر للسيارات دي تمتلك 440 فدان في على النيل في حلوان، تمتلك 42 فدان في خلفهم اللي موجودين اللي فيها المعدن. خدوا ده مقابل الديون؟ لا، أديله ليه؟ أنا عاوز أشغل مصنع. أدي، ما فيش حد اسمه ياخد. أنا لو قمت برأس مال الشركة 2 مليون جنيه لأنها معمولة سنة 59 لما الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عملها، لحد النهارده في السجل 2 مليون. نعم. انا لو قيمت الشركه دي النهارده تطلع 18 مليار على الاقل. تمام. تعالى يا بنك، انت ليك قد ايه؟ 2 مليار، خد بيهم اسهم معايا. التامينات ليك قد ايه؟ خدي كذا. الشركه دي بعد اسق والتقييم يتم عن طريق الهيئه العامه للاستثمار، هيئه الرقابه الماليه، البنك الاهلي، البنك المركزي، شركات تقييم، عشان تبقى حاجه حكوميه. طيب، لو انا عملت دولت في دقيقه، في ثانيه، لو انا عملت دولت يبقى جميع المصانع تم رجوعها ورجعه نظيفه ما عليهاش مليم، ترجع الناس تشتغل، يبقى موجودين، يبقى انت دخلت على الاقل 2 مليون فرصه عمل. واحد، انتاج المصانع دي يخفف لك الاستيراد اللي جاي. اتنين، انا ممكن كشركات زي دي تتعاون مع شركات خارجيه، هنقول زي مثلا نصر السيارات بناخدها مثلا من دي كانت 36000 نجيب من كوريا مصر يخشوا معاكم، يبقى انت رجعت عملت حداثه وعملت يعني شغل موجود والقصه خلصت 24 قرار. طيب.